لا يا جماعة، حمام مستشفى المطرية. أولا مفيش نور خالص خالص خالص، مفيش نور خالص. ودي الحنفيات، أدي أول حنفية مفيهاش مية. ودي تاني حنفية، طيب مفيها مية يا جماعة. ودي تالت حنفية تنزل برضه، بتنزل على الأرض زي ما حضرتك شفتوا كده. نور حمام مستشفى المطرية على الخبر 25 يناير. طب ما تيجي كده نخش أي حمام من الحمامات دي. ده الحمام مفيش حنفية، الحمام مفيها ريحة قذرة، يعني حاجة غير آدمية بالمرة. مش عارف زي الحمام مستشفى تعيانين، مش عارف. واحد تعبان على هنا بيطبح على أصحابه. ده المستشفى، ده حمام مستشفى يا جماعة، صدقوني حمام مستشفى المطرية. تعالين مش صدقين، تعالوا الدور الأول قسم عظام رجالي. ده مفتاح حمام يا جماعة، والله حاجة حاجة في آخر جمال، حاجة آخر جمال طبعا. الدلع بصوا.